السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طابت اوقاتكم بكل خير، اهلا بكم الى نشره الاخبار الاخيره لهذا اليوم من قناه السعوديه، ابداها بالعناوين. سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفيا الجهود الدوليه لمكافحه فيروس كورونا. وزاره الصحه تسجل 15 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا. اغلاق المجمعات التجارية في الرياض ومكه المكرمه والمنطقه الشرقيه باستثناء محلات المواد الغذائيه والصيدليات اهلا بكم تلقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من دوله رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي وقد أكد سمو العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020 للميلاد مؤكدا سموه عزم المملكه تنسيق جهود دول مجموعه العشرين لوضع السياسات اللازمه لمكافحه هذا الوباء وتخفيف اعبائه الاقتصاديه وتمكين الحلول الطبيه للوقايه والعلاج دعت سفاره المملكه لدى الاردن المواطنين الموجودين في الاردن والراغبين بالعوده الى المملكه الى الحضور بالقرب من مبنى السفاره اليوم الاثنين واشارت الى انها ستوفر حافلات لنقلهم الى المعابر والمنافذ البريه التي ما تزال مفتوحه للسعوديين فقط للدخول الى المملكه وفي اطار الجهود التوعويه وجه وزير الصحه الدكتور توفيق الربيع رساله للمواطنين تم بثها عبر حساب وزاره الصحه في تويتر اخوتي واخواتي ابنائي وبناتي نحن نعيش تحدي كبير فيروس كورونا الان ينتشر في جميع انحاء العالم وبشكل سريع وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم قيادتنا ودولتنا ولله الحمد قامت مجموعة من الاحترازات لحمايتكم والتحدي كما ذكرت كبير وتعاونكم مهم فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في أربعة نقاط النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل النقطة الثانية غسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصا أن اليدين هي أكبر ناقل للمرض النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها فالتجمعات فتج... هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص النقطة الأخيرة وهي نقطة كذلك مهمة إذا لديك أعراض أو أنت قادم من خارج المملكة فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدة عن من حولك لمدة 14 يوم لسلامتك وسلامة من تحب فهذه مهمة وطنية نريد تعاونكم وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمه. نحن معكم في مركز الاتصال 937 واشكركم دائما على تعاونكم. هذا ورصدت وزاره الصحه 15 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا الجديد وقالت ان الحالات المسجله هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينيه والاندونيسيه. كانا مخالطين لحالات سابقه وهما معزولان حاليا بمنشاه صحيه في الرياض. وخمس حالات اصابه اخرى لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقه وهم معزولون الان بمنشاه صحيه بالقطيف. وذكرت ان هناك حاله اصابه لمقيم اسباني قادم من اسبانيا وهو معزول حاليا باحدى المنشات الصحيه في محافظه الخبر. وحالتين لمواطنتين الاولى قادمه من اسبانيا والثانيه قادمه من بريطانيا وهما معزولتان بمنشأه صحيه في مدينه الظهران. واشارت الوزاره الى ان هناك حالتي اصابه لمواطن ومواطنه الاول قادم من ايران والثانيه قادمه من العراق وهما معزولان بمنشأه صحيه في القطيف. واضافت انه توجد حاله لمواطن قادم من مصر وهو معزول بمنشاه صحيه بالدمام، وحالتين لمواطنين الاول قادم من بريطانيا والثاني قادم من سويسرا وهما معزولان بمنشاه صحيه بجده. وذكرت وزاره الصحه ان العدد الاجمالي للاصابات وصل الى 118 حاله، تعافت منها ثلاث حالات اصابه. وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس التواصل فورا مع مركز اتصال الصحه 937 مشدده على ضروره اخذ المعلومات من مصادرها الرسميه وعدم الانسياق وراء الشائعات يذكر ان فيروس كورونا الجديد وصل الى 149 دوله وسط جهود عالميه ومحليه مكثفه لمحاصرته والقضاء عليه يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة في المملكة العربية السعودية أبشر الجميع بأن الحالة الثالثة أيضا شفيت اليوم وعندنا ثلاث حالات تماثلت للشفاء وخرجت بحمد الله ورجعت بين أهلها وأحبابها بصحة وسلامة وعافية هنالك حالة واحدة نعلم بأنها تتلقى العناية المكثفه في عنايه حرجه مخصصه لذلك ذكرنا بان الحاله تتحسن وايضا ابشركم بان الحاله تواصل تحسنها والاستجابه بشكل ملحوظ للخطه العلاجيه ونترقب ان شاء الله قريبا انها تكون في حاله استقرار تام ووضع افضل باذن الله وقد شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات كافة لمنع انتشار الفيروس فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم وقائيا داخل المجتمع نعلم أن هنالك أمور كثيرة داخل المجتمع تم تعليق مناشطها تم تعليق الحركة فيها تم تقليص المناشط اللي موجودة في الحياة الاجتماعية لهدف رئيسي وهو أن نقلل من الاحتكاك الاجتماعي هذا أمر مهم جدا نعلم أن هناك بعض السلوكيات الـ 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 التي تعود عليها المجتمع لموروث كريم وعادات وسلوكيات حميدة منها الترحيب والسلام واللقاء والتواصل الاجتماعي والقرب من بعض والألفة والمحبة والمودة الله يديمها على الجميع لأن هذه المرحلة الأسابيع القادمة أسابيع مهمة جدا على العالم كله أسابيع تعتبر بعد إعلان جائحة أعلنتها منظمة الصحة العالمية اسابيع الا من نتعامل معها بشكل خاص لا قدر الله قد نعرض انفسنا والاخرين منهم من نحب للمخاطر لذلك هنالك توصيات عامه نؤكد عليها آه هذه التوصيات اجدد واكرر ان اوصي بها وهي ان نزيد من السلوكيات الصحيه ومن ذلك تقليل والبعد عن المصافحه هذا امر مهم الأمر الثاني المداومة على غسل اليدين، دائما نغسل اليدين خشية من أنها تكون من أهم العوامل في نقل الجراثيم ومنها الفيروسات ومنها هذا الفيروس. البعد عن التجمعات أمر مهم جدا يجب أن نبتعد عن التجمعات وأكرر أن ما تم رصده من بعض التجمعات التي أتت بديلة لبعض المناشط الحياتية التي تم إيقافها وتعليقها بجهد كبير. وحرص كبير من الدولة لحماية هذا المجتمع يجب أن نقف عنها، يجب أن يكون الجميع مسؤول، أنا وأنتم كلنا مسؤولين في هذا الوطن أن نحمي مجتمعنا بالبعد عن التجمعات، وأيضا مهمة أخرى علينا جميعا أن نقوم فيها، كل من قدم من خارج المملكة العربية السعودية عليه أن يلتزم بالعزل الصحي وأن يكون ذلك لمدة لا تقل عن 14 يوم بتاتا، 14 يوم كاملة يجب ان نقوم جميعا بالتشبث بذلك والتقيد بذلك لانه في حمايه لنا وحمايه للاخرين من حولنا. واكد الدكتور محمد العبد العالي ان المملكه لم تسجل حتى الان اي حاله وفاه بفيروس كورونا المستجد. فيما يتعلق بموضوع انه في معلومات او اخبار تنتشر بانه في مجمع سكني، في حالات مؤكده او شيء من هذا القبيل، غير الحالات التي يتم نشرها لا توجد حالات ابدا لا نعلن عنها، كل حاله مؤكده احنا نعلن عنها باول باول وتلاحظون ان احنا ليس نعلن فقط عنها، نعلن عنها وعن تفاصيل تتعلق بها هل هي قادمه من سفر، هل هي حاله مخالط لمريض مؤكده حالته، احنا نشرنا من اول وانا اؤكد اليوم انه مثلا عدد الحالات اللي قادمه من السفر، ارتبطت بالسفر لخارج المملكه لعده دول كان فيها انتشار هي 85 حاله. بينما 18 حالة من الحالات هي مخالطة لحالات إيجابية سابقاً مسألة الاشتباه دائما تكون موجودة دائرة الاشتباه في الحالات أو المخالطين أو الاستقصاء الوبائي أو من لديهم أعراض صحية وارتبطت أيضا بقدومهم من سفر أو لم يفصحوا سابقا وهذا ومثله مستمر والعدد بالآلاف ولكن المطمئن أن هذه الحالات التي يتم الوصول لها الكشف عليها إجراء الفحص الصحي والطبي لها إجراء الفحوص المخبرية المؤكدة عالية الدقة التي تتجاوزت السبعة آلاف ومئة فحص كلها لم يظهر منها حتى الآن بحمد الله وفضله سوى الحالات التي أعلننا عنها سابقا وإجماليها حتى اليوم حتى هذه اللحظة 103 حالة إيجابية معلنة مؤكدة بالحالة تشوفي منها ثلاث وتتلقى الرعاية بقية المئة منها ما يتعلق بالممارسين الصحيين هنالك وفاة لحالة أو وفاة لممرضة أو وفاة لممرض أو ممارس آخر أو وفاه لأي حالة أصلا ثبت بأنها مصابة بفيروس كوفيد 19 ومرض كوفيد 19 والفيروس المسبب له حتى اليوم لم تسجل أي حالة وفاة بهذا المرض في المملكة العربية السعودية. ويعد مركز خدمة 937 أحد أهم مبادرات وزارة الصحة ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل. كما يتم تقييم اداء المناطق في اغلاق البلاغات المقدمه من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمه. مساك صح تركي كيف اقدر اخدمك؟ تفضل. قادم من اي دوله؟ تمام، تاريخ وصولك متى؟ تمام. انا راح احولك الحين الشرات الطبيه بحيث انه يعلمك قوانين على العزل المنزلي. نرجو منك تحميل تطبيق صحتي توصلك رسالة الإجازة عبر التطبيق أكثر من مئة ألف اتصال عن كورونا خلال نصف شهر الحالي وفي كل مكالمة اتباع لقواعد من إجابات علمية صحية وطمأنينة للمتصل والتعامل مع الحالات خلال أزمة كورونا المركز يعمل بطاقة كبيرة جدا عبر جميع الكفاءات الموجودة من موظفين استقبال اتصال من أطباء من أخصائيين الجميع يعمل على مدار الساعة لخدمة المجتمع طبعا نقدم جميع الاستفسارات الخاصة بكورونا سواء إجراءات تبعتها وزارة الصحة حسب الإجراءات الاحترازية المطبقة كذلك تقدم الاستشارات الطبية الخاصة بكورونا في حال وجود أي أعراض والتوجيهات اللازمة بخصوص ذلك نقدم كذلك خدمة نفي الشائعات يعني في في كثير يتصل علينا ان هل في حالات في المكان هذا هل في حالات في المكان هذاك طبعا واجبنا ان احنا نقدم المعلومه بشفافيه في حال وفرتها لنا عبر الشانلز الموجوده او القنوات الموفره طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي كثير جدا نجد شائعات نسارع لنفيها وتوضيح المعلومه الصحيحه حسب ما يساهم اولا في حمايه المجتمع من هذه الشائعات لانها قد تؤثر عليهم سلبا كذلك ان احنا نضمن ان المعلومه الصحيحه متوفره بشكل مستمر لافراد المجتمع. فريق طبي على اتم الاستعداد في كل وقت لتقديم الارشادات والتوجيهات الطبيه اللازمه. طبعا تقدم وزاره الصحه خدمه الاستشاره الطبيه بطريقه متكامله عندنا الاستشارات الطبيه الهاتفيه عن طريق الرقم الموحد 937 بالاضافه الى تطبيق صحه والتواصل الاجتماعي تويتر عندنا مجموعه كبيره من الاطباء على مدار 24 ساعه يتناولون الاستفسارات الطبيه عموما والمتعلقه بفيروس كورونا الجديد يتم التعامل مع الاتصالات بطريقه علميه حسب الاجراءات المعتمده لدينا ويتم فرز الحالات على مستويات مختلفه وتصعيدها للجهات عند الطلب. مركز 937 استجابه سريعه وتنفيذ وتحليل خلال مده قصيره لتقديم افضل الخدمات الصحيه. لاخبار السعوديه عبد الغني حادي الرياض. صرح مصدر مسؤول في وزاره الداخليه بانه استكمالا للاجراءات الوقائيه والاحترازيه الموصى بها من قبل الجهات الصحيه المختصه في المملكه العربيه السعوديه في اطار جهودها الحثيثه للسيطره على فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وانطلاقا من الحرص على حمايه صحه المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وبناء على اعلان منظمه الصحه العالميه وباء فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 جائحه عالميه حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دوله حتى الان. فقد قررت حكومة المملكة ما يلي واحد تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم اثنان، اغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت وما في حكمها على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة ولا يشمل هذا الاجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية على ألا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية. ثلاثة اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات. على ان تتولى وزاره الشؤون البلديه والقرويه الاعلان عن ذلك ومتابعه تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمه على مدار 24 ساعه. اربعه منع التجمعات في الاماكن العامه المخصصه للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البريه وما في حكمها. خمسه ايقاف جميع انشطه المزادات والحراجات واقفال مواقع التجمعات الخاصه بها مؤقتا على ان تتولى وزاره الشؤون البلديه والقرويه الاعلان عن ذلك ومتابعه تنفيذه. سته الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكوميه من خلال تعزيز التعاملات الالكترونيه وتفعيل منصات تقديم الخدمات الالكترونيه عن بعد في القطاعات الخدميه بالجهات الحكوميه والخاصه كافه. وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان. سبعة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد الحضور حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. مع استمراريه الاعمال الاساسيه والحساسه للقطاعات الامنيه والصحيه وتمنح الفئات التاليه المراه الحامل وذوي الامراض التنفسيه او القلبيه وامراض نقص المناعه المكتسبه منها او الوراثيه ومستخدم ادويه مثبطات المناعه والخاضعون للمعالجه من الاورام فرصه العمل عن بعد بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها. ثمانية: إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الواحد والعشرين من الشهر السابع من عام 1441 للهجره الموافق للسادس عشر من الشهر الثالث من عام 2020 للميلاد انتهت نشرتنا وهذا تذكير بالعناوين سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفيا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا. وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات. شكرا لكم على طيب المتابعه في امان الله وتصبحون على خير